طبعا المبادرات اللي بتقدمها الدولة المصرية وتحديدا وزارة الصحة المصرية بتشمل كافة الفئات العمرية وكافة يعني الأعمار فيما يخص كمان النوع الذكور الإناث الأطفال في حديثي الولادة والأطفال داخل المدارس المختلفة سواء في التقزم أو السمنة أو حتى فيما يخص حديثي الولادة من ضعاف السمع وزراعة القوقعة الخاصة بهذا الأمر. ومبادرة 100 يوم صحة بتكمل هذه المبادرات بتوفير خدمة الكشف والفحص للأطفال حديثي الولادة للوقوف على الأسباب الصحية والمرضية اللي بيعاني منها الأطفال حديثي الولادة ومعالجتها في بدايات الأمر. من أول يوم حمل وإحنا تابعين مع الوحدة الصحية بيطمنوني على صحة مراتي والجنين أول بأول، ولما فرحت ولدت أخدتها عشان أطعمها. دي مش بس مبادرة عشان صحة المولود، لا، اللي بيهتموا جدا بصحة الأم بعد الولادة. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة صحة الأم والجنين. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.